طيب احنا معانا كمان على التليفون مدام أميرة جلهوم حرم سيادة الشهيد عميد عمرو عبد الغني هلال. اهلا بيك يا مدام أميرة. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. طمنينا عليكم اولا. كله تمام الحمد لله. يعني كنا لسه حالا بنتكلم دلوقتي مع مدام صفاء وكان بيقول لنا انه بيبقى جيد جدا لما بنلاقي الرئيس دايما بيفكر مصر كلها بابطالنا من الشهداء. ايوه طبعا ايوه طبعا. سياده الرئيس دايما يعني اولوياته اسر الشهداء اولوياته، ودايما يعني يشيد اسر الشهداء، ويعني ينبه وتوجيهاته كلها بالوقوف جنبنا، يعني عارفين نذكره ازاي الحقيقه يعني. ويعني من يعني من زمن من اول ما سيادته تولى وهو الحكم، وهو على طول يعني توجيهاته كلها ودعمه الكامل لاسر الشهداء وابنائهم وزوجاتهم وامهات الشهداء، يعني بجد وقوفه جنبنا يعني نحتسبه عند الله ان ربنا يكرمه من اجلنا يعني. وكتر خيره وكتر خير كل مصري وكل ضابط شرطة أو جيش ضحى بحياته ودمه عشان مصر. واحنا يعني فدا مصر طبعا، وما نتأخرش لحظة في تقديم نفسنا وبناتنا وولادنا وأرواحنا يعني. وكان مثال وقدوة لينا أزواجنا يعني. صحيح. راحوا شباب صحيح. راحوا شباب وما فكروش لحظة في إنهم ولا تراجعوا بانهم يعني يقدموا اغلى ما يعني يوهب الانسان، هو روحه وحياته طبعا يقدمها لمين؟ مصر طبعا، وطنه. وزرعنا في عيالنا كده، في اولادنا كده يعني. وكان قبل السيده صفاء يعني يعني اولادها الاثنين في الشرطه. أيوة. يعني يعني كان والدهم قدوه ليهم الله يرحمه. وبنتي اهي ملازم اول صيدلي هايدي عمرو هلال، الحمد لله عز وجل. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. يعني بتكمل مسيره والدها عمرو هلال، الضابط اللي ضحى بحياته وبشبابه وبعمره، وساب هايدي سنه بس، كان عندها سنه يعني. النهارده الحمد لله بعد مشوار طويل بيكلل التعب بالنجاح، ودلوقتي هي شرف ليا والمصر كلها ولينا طبعا. والحمد لله الحمد لله. ربنا يخليها. وهي بتقول انا فدا مصر يعني، وبتشكر سياده الرئيس وانا بشكره جدا جدا، وكل اسر الشهداء بيشكروه وبيقولوا له يعني احنا اكيد يعني فدا مصر كلنا، مفيش ما نتاخرش ابدا يعني. والله يا فندم واحنا كلنا تحت امر حضراتكم. ربنا حقيقي حقيقي والله. ربنا يا رب يحفظها لك الدكتورة ملازم أول هايدي هلال، ربنا يحفظها لك ويحافظ عليها دايما يا رب، ونشوفها في أعلى مرتبة ممكنة. كل الشكر ليكي مدام أميرة جلهوم حرم سيادة الشهيد العميد عمرو عبد الغني هلال، الله يرحمه. ألف رحمة ونور.